يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الانترنت؟ وما رأيكم في من يقول إنه وسيلة دعوية أساسية وفضيلتكم يعلم أنه مجمع للشر كله، بل هو شر من القنوات الفضائية، التوجيه في ذلك وفقكم الله. أنا لا أعرفه، لكن السائل شخص ما فيه في آخر السؤال. ما دام أنه أخبث من الفضائيات، المسلم ينفر منه ويبتعد عنه.